خلوني اوريكوا ازاي لو كورنا الجلاش وكرمشناه قوي كده هيطلع بالشكل الرهيب ده، والاهم ان القطعه تطلع متماسكه وفي نفس الوقت طريه جدا من جوه. يلا بينا نحضر حاجه حلوه مش هتاخد مننا 10 دقايق بس. اول حاجه هنبدا نجهز الشربات اللي هنسقي بيه الجلاش، كوبايه سكر وعليها كوبايه ميه. لو عايزين الشربات مسكر اكتر زودوا السكر، اما لو عايزين الشربات مش مسكر زودوا الميه. واول ما يغلوا هنديهم عصره ليمون ونقلب الشربات ونسيبه يبرد خالص. واهم حاجه في الوصفه دي ان انتوا تستخدموا نوع جلاش كويس ومش متقطع، علشان كده استخدمت جلاش عادل العز. من احسن انواع الجلاش اللي ممكن تستخدموها ورقه مش متقطع ومش متبهدل وفي نفس الوقت سعره حلو جدا. هجيب كل ورقه واعملها على شكل كوره واكرمشها كده في بعض وارصهم جنب بعض بس من غير ما اضغط عليهم قوي. وبعد ما املى الصينيه هبدا اعمل فيها فتحات بالسكينه علشان اسقيها بخليط الكاستر، وده بقى عباره عن كوبايتين لبن وعليهم نص كوبايه سكر باودر ومعلقتين كبار كاستر وعليهم كمان معلقه كبيره بيكنج باودر وفانيليا ورشه ملح، ونقلب كل المكونات دي سوا. واخر حاجه هنضيفها نص كوبايه سمنه او زيت على سمنه، وبس كده اخد بقى الخليط ده واسقي بيه الجلاش. وادخل الصينيه الفرن لحد ما الجلاش ياخد لون ذهبي زي كده. حطوا بقى عليه اي مكسرات تحبوها، وهنسقي الجلاش السخن بالشربات البارد اللي عملناه في الاول. وبس كده جلاش اتعمل في منتهى السهوله من غير ما اقعد ارص ورقه ورقه. جلاش عادل العزه علشان نوعه كويس ومش متقطع خلى كل قطعه تطلع متماسكه بالشكل ده.